أخذنا زيارة الرئيس بوتين يوم أمس إلى مقر رئاسة الأركان، ومقضى تقريبا يعني نهار كامل في مقر الأركان. وكانت هذه الزيارة مهمة لأنه اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أدق التفاصيل. يعني هو في السابق فمع المدايات العسكرية كان يطلع على الخطط، ولكن خلال هذه الزيارة اطلع على أدق التفاصيل من القادة العسكريين، واستمع إلى الكثير حتى إلى ضباط الصف الثاني وضباط الصف الثالث في محاولة لفهم القضايا التي يعاني منها الجيش الروسي والقيادة، خصوصا قيادة الأركان. لذلك أعتقد أنه بعد هذه الزيارة بدأ بوتين يدخل في تفاصيل، وهم يعدون حقيقة. يعني هذه التقارير الاستخباراتية تأخذ على محمل الجد في الدوائر الغربية والدوائر الأمريكية. هناك الآن يتم الحديث عن استعداد عسكري روسي من قبل بيلاروسيا، من طرف بيلاروسيا، والدخول، لأن بيلاروسيا بالنتيجة هي محكومة من قبل، يعني من قبل روسيا بالنتيجة. الحكومة في بيلاروسيا هي حكومة موالية لروسيا، ولا تستطيع أن تقول، يعني هي حتى من ناحية السيادة من الممكن أن تجبر على هذه الحرب من قبل روسيا وتدخل في هذه الحرب. لذلك أعتقد أنه الإعداد عن هذا الهجوم الوشيك على كييف هو قضية جدية، والدوائر الغربية تأخذ هذا بنظر الاعتبار. وأعتقد أنه قضية صواريخ الباتريوت تأتي ضمن هذا السياق لمحاولة تدعيم الجيش الأوكراني، خصوصا بعد الحديث الذي سمعناه مؤخرا عن أن أوروبا والغرب بدأت تقلل من الدعم للجيش الأوكراني، وأنها سوف تترك في النتيجة جيش أوكرانيا يحارب وحده بدعم قليل الموارد وليس كما ذكر. ولكن قياسا أيضا بمؤتمر دعم أوكرانيا الذي كان في باريس هنا قبل يومين، وحديث الرئيس الفرنسي وأحاديث بعض القادة في دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، نجد أن أوروبا متمسكة بخيار دعم أوكرانيا إلى النهاية، دعم مادي، دعم عسكري، دعم اقتصادي، دعم معنوي، دعم إنساني، وكذلك بالذخيرة. كل هذا يعطينا دلائل أن أوروبا أيضا جادة في مقابل روسيا. هناك إصرار أوروبي على دعم أوكرانيا. لذلك أعتقد اليوم هناك طرف ثالث من الخبراء من المحللين يميلون إلى الاعتقاد أن هذا التصعيد الكبير على ساحات المعركة وعلى الحدود يعني بين أوكرانيا وروسيا من الممكن أن يكون نافذة، خصوصا مع استغلال أجواء السلام والمحبة التي يعيشها المسيحيون في الغرب. من الممكن استغلال هذه النافذة للوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار ولو هدنة مؤقتة. هذه الهدنة المؤقتة من الممكن استثمارها على الأقل لخفض التصعيد، ومن ثم الوصول إلى مفاوضات دائمة. لكن هذه المفاوضات بصراحة يعني قياساً باختلاف الرؤى بين الأطراف المعنية، نجد أن هذه المفاوضات ستكون شاقة وليست عملية سهلة. طيب ولكن أستاذ هلال، عفواً